قامت الشيخ المقراني كملت المقاومة تحت قيادة خوه بو مزراك بجانب أولاد الشيخ أحداد وجيش تاع 1000 رجال. الحرب طولت 4 شهور ما بين جبال جرجرة والبابور، وين فرنسا حرقت كل الانتشارات اللي لقتهم في طريقها. أول ضربة صعيبة صارت في شهر جويلي، كي الجنود الفرنسيين قدروا يحكموا الشيخ أحداد وولاده. من بعد زادوا دولهم قلعة أثا عباس تاع عائلة المقراني. من بعد هاد الضربات بو مزراك قرر يحبط عند ناس مسيلة. بصح في أكتوبر 1871 صارت معركة كبيرة قدام قلعة بني حماد، وين ماتوا بزاف رجال بو مزراك، وفرنسا دات لهم غنيمة تاع 3000 جمال وشحال من كباش والذهب. قوات بو مزراك ضعفوا بزاف وما بقالوا غير 100 راجل. إما لحبط الوركلة عند بو شوشو وبن ناصر بن شهرة، وين قدروا يريحوا شوية. في جانفي 1872 لحقوهم الجيوش الفرنسية، وصاروا معارك كبار حول ورقلة وحسي مسعود. بوشوشة وبن ناصر بن شهرة اللي كانوا يعرفوا الصحراء قدروا يسلكوا، بصحبو مزراك لقى روحه وحده في الصحراء وحمل هكذا 6 أيام. مات لحصانه من العطش والجوع، وهو كان عانى من قلة الماء حتى قريب مهبل. ونهار 20 جانفي 1872 طاح بين يدين فرنسا بعد قريب عام من المقاومة. بو مزراك المقراني ألقى روحه مسجون مع أولاد الشيخ أحداد من بعد التنفاول جزر كاليدونيا قدام أستراليا. الشيخ أحداد من جهته 83 سنة من عمره توفى مسجون في قسنطينة. وفرنسا زادت عقبة كل القبائل اللي شاركوا في المقاومة، أدت لهم 450 ألف هكتار من أراضيهم، وفرضت عليهم يخلصوا غرامة 36 مليون فرنك. ملتم سكان المنطقة عانوا من الميزيرية والحقرة، وكتبوا شحال من قصيدة باش ينساو عام 1871 والمقاومة الكبيرة والصعيبة اللي طاحوا فيها شحال من شهداء. وكل شهيد إن شاء الله في الجنة، ومنحكي على زمان. نتمنى لكم الخير والهنا.